من نوادر الملوك والولاة، دخل شاعر على الملك وهو على مائدته فأدنه إليه قائلا: أيها الشاعر. فأجاب: نعم يا جلالة الملك. قال الملك: و ثم صمت. فرد الشاعر على استحياء بكلمة: إن. فغضب الملك غضبة شديدة وأمر بطرد الشاعر. احتار الناس: ما الذي جرى بينكما يا جلالة الملك؟ قلتم واو، فأجاب إن. عندها قال الملك: قلت واو نسبة إلى قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال إن نسبة إلى قوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. استحسن الناس سرعة بديهة الملك، وكم للملوك من سرعة بديهة، فهم يفقهون لغة الطير مثل حال الملك سليمان. ليس كلهم، بعضهم اللاحقون منهم لا يفقهون لغة الطير، بل ينصتون إلى لغة الببغاوات والغربان. ورغم ما أتاهم الله من بسطة وتجميع للسلط ما لم يجتمع لغيرهم من قبل، يحسبون كل صيحة عليهم. هم الخطر الداهم فاحذرهم، هم الخطر الجاثم فقاومهم ولو بكلمة. جينيريك ثم نتواصل.